قال عضو مجلس أمناء الحوار الوطني جمال الكشكي إن مبادرة الحوار الوطني حققت بشكل كبير جدا المستهدف منها سياسيا في المقام الأول، وبني جسور من تبادل الرؤى بين كل القوى السياسية. ونوه الكشكي إلى أن كل هذه الرسائل تدفع إلى مزيد من التفاؤل ورغبة حقيقية في البناء، وأن تاريخ 3 مايو هو تاريخ هام في عمر الوطن لأنه سيتم البناء عليه. 3 مايو تاريخ مهم جدا في عمر الدولة المصرية سياسيا، عمر السياسة وعمر الشارع السياسي. في الحقيقة حدث مهم، كان هناك رغبة وأمل كبير جدا يراود الجميع بعد أن يعني شهدت القاعة، قاعة نفرتيتي، لم شمل كل القوى السياسية والحزبية معا وتبادلوا وجهات النظر والرؤى، واستعدادا للجلسات المتخصصة التي سوف تناقش 113 قضية في المحور السياسي والمحور الاقتصادي والمحور المجتمعي خلال الفترات المقبلة. علينا وعلى كل القوى السياسية والأحزاب استثمار مبادرة الحوار الوطني.